ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم راح اسوي معكم نوع من انواع المقبلات اللذيذه جدا. راح اسوي معكم فتت المسخن، لذيذه وسهله طبقات الاولى للفته راح احتاج باذنجان وبطاطس مقليه تكون قطع مكعبات ومقليه او مشويه بالقلايه الهوائيه او بالفرن حسب ما تحبون، وخبز محمر او محمص على حسب ما تحبون. وبما انها فته مسخن فححتاج دجاج راح اسويه مسخن، بس المره هذه ما راح اسوي زي المسخن العادي اني اسلقه وافتت الدجاج، لا راح احمس الدجاج مع البصل. يعني هي تختلف شوي عن المسخن العادي، بس راح تاخذ طعم مسخن بالسماق والليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الاسود والبصل الشرايح. والصوص الطحينه راح احتاج طحينه وزبادي وليمون وفص ثوم، وللتزيين بقدونس. تقريبا انا عندي المقادير جاهزه باستثناء الدجاج، فراح احمس الدجاج الان زيت زيتون مع البصل ونضيف له السماق والفلفل الاسود والليمون. نضيف في زيت زيتون، احمس الدجاج اول شيء فيه. المسخن يعتمد على زيت الزيتون يعني، وتكون الكميه كذا حلوه يعني يكونوا كريمين شوي فيها. المسخن بالعاده اننا نحمس البصل الى يذبل، بعدين نضيف له الدجاج المسلوق المفتت ونحمسه معاه، لكن المره هذه مختلف تماما لان الدجاج ني ما استوى فنحمسه قبل. وزي ما قلت لكم اهم نقطه في المسخن انكم تحمسونه بزيت زيتون، هو اللي يعطي نكهه لذيذه للمسخن. وبضيف البصل الشرايح وبحمسه مع الدجاج قبل لا اضيف السماق. بعد ما حمست الدجاج مع البصل ضفت له الملح والفلفل الاسود والسماق، وبعدين ضفت له عصير ليمونه وتقليبتين وطفيت النار عليه. الحين قاعده اجهز الصنوبر عشان نضيفه للمسخن. نضيف جزء من المسخن مع زيت الزيتون للمسخن. خلاص كذا جهز. قصدي نضيف جزء من الصنوبر، انا بدري مخي مولي. ضفت جزء من الصنوبر الحين مع مسخن، وهذا الباقي بخليه للتزيين. والحين بجهز صوص الطحينه، حطيت الزبادي والليمون والثوم والطحينه والملح، بخلطهم مع بعض عشان نضيفها لوجه الفته. وصبيت الطحينة على الباذنجان وحطيت المسخن في النص وزينته بسنوبر وبزينه بالرمان، طبعا هذا شيء اختياري. وبحط من الخبز المحمص فوق برضو الطحينة للي يحبون، واللي ما يحبون الخبز كثير خلاص اكتفوا باللي تحت. وما ننسى نزينه بشوي بقدونس على الوجه. وبس شفتوا اسهل من كذا. وخلصت فتة المسخن، سهلة وسريعة ولذيذة. ابي اشوف اقوى التطبيقات عليها. بالعافية.